كما وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية بقيمة 10,600,000 دينار بحريني مع شركة دي اف اس الألمانية لتقديم خدمات المراقبة الجوية، وذلك بحضور سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات والسيد أوليفر كريستينيتي المدير العام لشركة دي اف اس. وقال وزير المواصلات والاتصالات إن الشركة الألمانية من الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات المراقبة الجوية، حيث ستحقق هذه الشراكة مع شؤون الطيران المدني نقلة نوعية في تعزيز خدمات الملاحة الجوية من خلال نقل الخبرات العالمية المتراكمة لدى الشركة للمراقبين الجويين البحرينيين وفق أحدث المتطلبات والمعايير العالمية، والاستفادة من هذه الخبرات في المحافظة على مكانة المملكة المتميزة في هذا المجال.